يعني احنا عرفنا طبعا انه في كان لازم يكون في اجراءات اصلاح اقتصادي كانت لازم تتم اصلا من سنين طويله قوي، وتم ترحيلها الى ان وصلنا لمرحله حقيقي حقيقي يعني ما بقاش في رفاهيه التاجيل بقى. يعني ده طبعا يحسب جدا للقياده السياسيه باصرارها على الاصلاح الاقتصادي. وفي نفس الوقت لما بنيجي نقول ضرائب، وذكرتي انه يعني يمكن انت قلتي في تسع طبقات طبقات مجتمعية. مجتمعيه، احنا طول الوقت احنا بنحسبها على ان هي ثلاثه، يقول لك عاليه القوم والطبقه الوسطى اللي هي بيقولوا عليها البصله في المجتمع الامريكي اللي هو قلب البصله، ده الميزان اللي هي بتاع المجتمع، والطبقه الشديده الاحتياج او الفقيره. انت هتقسمي كل طبقه ثلاثه. هنقسم بقى كل طبقه ثلاثه. ثلاثه A A B A C، دي اللي هي اللي هي الطبقه شرائح العليا. مجتمعيه. شرائح بس مجتمعية. تيجي مثلا تقولي الطبقة المتوسط، خلينا نمسك المتوسط لأنه ده الميزان اللي هو فيه في ثلاثة فوق في ثلاثة تحتي، فنقول مثلا في الضرائب 20%. طب ما هو ال 20% دي أنت بتعرضيها للي دخله 10 جنيه وبتعرضيها للي دخله 100 جنيه، فأكيد اللي أبو 10 جنيه ده اتأذى أكتر من أبو 100 طبعا. جنيه. طب إيه بقى يعني؟ ما هنا المفروض الدراسة انه انا هعرف ده، احنا ما بقيناش اللي هو طبقة عليا طبقة وسطى طبقة محتاجة او اعانة، بالعكس ده الطبقة اللي محتاجة اعانة بيتضمنها، يعني يمكن نقول انا اشتغلت شوية في جانب العشوائيات او الحاجات كده، لا بيتضمنها ناس يمتلكوا اموال باهظة عن الطبقة الوسطى لكن لا احنا ما نعلمش بيها، وتلاقيه تاجر سلاح او مخدرات او في الاجرام، وخلاص بقى بيقعد يتظاهر ان هو من الطبقه المحتاجه ويقول لك اعينيني بشقه او او او. الطبقه الوسطى عشان واضحه عليها التزاماتها فما ينفع، ودخلها واضح كانت من الموظفين. صحيح. ويمكن عايزه اقول حاجه مهمه قوي، يعني بمناسبه الضرايب والكلام ده، الطبقه الوسطى في الفترة الحالية من ساعة أزمة كورونا من بداية العام ده الشباب متعلم، الأهالي استثمرت في ولادها أحسن استثمار، دفعوا واشتغلوا عشان يدخلوا ولادهم أحسن جامعات ويسفروهم أو يعلموهم هنا في أحسن الجامعات، وأخلاق وتربية وكل حاجة، ويشتغلوا كان أملهم إن هم يشتغلوا. بسبب كورونا والأحداث اللي بتحصل بدأ يحصل شت داون أو شركات بتقفل أو عمالة بتمشي أو تسريب العمالة. فلو قبل السنه دي، السنه اللي فاتت كنت بتكلم عن نسبه بطاله وتخفيض مرتبات كمان تخفيض مرتبات، يعني المحظوظ بقى اللي فضل واتخفضت مرتباته احسن من اللي اتسرق. بالظبط. بس حتى لو اتخفضت مرتباته هو عليه التزامات طبعا، عليه مدارس وعليه بالزبط. اسره عليه كتله ما بتتحركش مكانها، موجوده ثابته، كتله ثابته. هيعمل ايه؟ فهو يعول في حاجات بره في الدول الثانيه الاوروبيه اسمه بدل بطاله. ده مش عيب، دي مش حاجة عيب، إن أنا دلوقتي هي أنا عارفة إن هي تكلفة جامدة جدا على الدولة، بس لازم أهتم أكتر بالشباب وتبقى عيني عليهم الفترة دي، خصوصا المتعلم اللي مشي من شركات كبيرة أو شركات خاصة أو قطاع خاص أو قطاع حكومي أو خايف أو مريض ويعول أو لا يعول، لكن هو في سن مرحلة العمل ومعاه شهادات ومش لاقي فرصة عمل، لازم اديله حاجة اسمها بدل بطالة. لو الجملة مضايقاني ممكن اغير المصطلح ده. دي حاجة جديدة ممكن نفكر فيها عشان ما نروحش الخطر. يعني لو احنا بنتكلم انه خط الفقر حزام ناسف حوالينا، فالشباب اللي مش لاقي شغل ومش لاقي ياكل وعليه التزامات ومدارس و و و لازم يعني اسنده شويه كدوله لغايه لما الازمه دي تعدي شويه.